وهي وعدد محدود من البنادق في مواجهة أسلحة القراصنة الثقيلة والمتطورة. لا نملك القدرة على مواجهة القراصنة، إنهم يتمتعون بقوة كبيرة ولا توجد حلول عسكرية لهذه المشكلة، فالأمر يتطلب أكثر من مجرد تسيير هذه الدوريات. وكما تحولت القرصنة في المياه الصومالية إلى قضية دولية تتنامى الضغوط داخليا لاتخاذ إجراء حيالها، هذا ما جعل عبد الرحمن محمود رئيس بونتلاند يطلق حملة في يناير الماضي لمواجهة القرصنة، لكنه يقول إن الدعم الخارجي مهم لمكافحة ما أصبح يمثل قلقا دوليا. نحاول القبض على القراصنة لكننا غير قادرين على مطاردتهم على امتداد الحدود البحرية، فهذا أمر يتطلب تجهيزات عالية. لم يكتف الرئيس بذلك، بل نقل رسالته إلى المساجد في الجمعة، وبعد أداء الصلاة يحرص الرئيس على تقديم موعظة حول المخاطر التي تحيط بالبلاد وأولها القرصنة. ونظرا لصعوبة تسيير دوريات بحرية على امتداد أكثر من 1,000,000 ميل مربع في عرض المحيط، وضعت السلطات نقاط تفتيش ليلية في المدن الرئيسية، إجراءات لم تمنع القراصنة من العمل في وضح النهار، وهو ما جعل البعض يوجه الاتهامات للحكومة نفسها بالتواطؤ معهم، وإن كان الرئيس ينفي ذلك. كيف يمكن أن نكون متواطئين مع القراصنة إذا كنا ضد دفع الفداء لهم من قبل الآخرين؟ هذا الأمر يؤكد أننا جادون في مواجهتهم. هنا بعض أسلحة القراصنة التي تمت مصادرتها أثناء عمل الدوريات الأمنية، وهذه سجون بونتلاند المكتظة بمن يشتبه بكونهم قراصنة، لكنهم ينفون هذه التهمة ويشككون في شرعية اعتقالهم، فهم كما يقولون مجرد حراس غير حكوميين لشواطئهم. هذا الرجل يقول انه اعتقل خطأ وانه سيعود الى القرصنة منذ اللحظة التي سيطلق فيها سراحه، مضيفا انه ما من شيء سيكسر الروح التي تدفعه ورفاقه لحماية مياههم الاقليمية.